نعم. هل صح الإجماع على تحريم حلق اللحى وسمع الأغاني؟ ها؟ هل صح الإجماع على تحريم حلق اللحى وسمع الأغاني؟ لا لا ما 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 صار إجماع لا في حلق اللحى ولا في 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 سماع الأغاني. ولكن هل كل حكم يلزمنا لا بد أن يكون مجمعا عليه؟ أجب لا. إذا كان فيه نزاع فمرجعنا إلى شيئين فقط، الكتاب والسنة، لقوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وأما ما وقع فيه بعض أهل الأهواء الذين إذا جاءت المسألة فيها خلاف قال هذه مسألة فيها خلاف، حتى الربا الآن يستجيزون يقول ما في باس لأنه فيه خلاف. فهمت؟ الأغاني والمعازف تلقاها حرام قال هذا فيه خلاف، حلق اللحية قال هذا فيه خلاف، هذا مو صحيح ولن ينفع الإنسان يوم القيامة عند الله هذا العذر، لأن الله حدد ماذا يسأل عن الإنسان، ويوم يناديه فيقول ماذا أجبتم المرسلين. ولو أننا ذهبنا نحلل كل مسألة فيها خلاف تبعا لأهوائنا انفلسنا من الدين. نعم.